من أسباب أو من موانع الدعاء إخواني وأخواتي ضعف الداعي في نفسه بضعف إقباله على الله تعالى وعدم إظهاره ما ينبغي من الافتقار والضراعة، فيصير كأنه دعاء مستغن، أعني دعاءه يصير كأنه دعاء مستغن، ومن استغنى فالله أجل وأغنى. ومثل هذا إنما يدعو حين يدعو عن قلب لاه غافل، فأحرى ألا يلتفت إليه. قال ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى: إذا أراد الله أن يعطي عبدا شيئا وهبه الاضطرار إليه فيه فيطلبه بالاضطرار فيعطى، وإذا أراد الله تعالى أن يمنع عبدا أمرا منعه الاضطرار إليه فيه ثم منعه إياه، فلا يخاف عليك أن تضطر وتطلب فلا تعطى. ليس هذا هو الذي يخاف، بل يخاف عليك أن تحرم الاضطرار فتحرم الطلب، أو تطلب بغير اضطرار فتحرم العطاء. وها هو الإمام علي كرم الله وجهه يدخل عليه إنسان يعوده، وكان الإمام مريضا، فوجده يتأوه، فقال له: أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال رضي الله عنه وأرضاه: أنا لا أشجع على الله، فالعبد عبد والرب رب، وشأن العبد إخواني وأخواتي افتقار وانكسار، وشأن الرب جبر وإغناء ورحمة وعطاء.